لاحظت بعض الشباب والصبايا في منطقتنا هون قصة العادات واللبس وطلعات الأولاد لما يطلعوا مع بعض. الأحاديث اختلفت بين بعضهم. ليش؟ لأنه دخلت ثقافات كتيرة على الناس هوني، وبدأنا إحنا ناخذ من الثقافات الغربية بشكل كبير، ولكن إحنا لا نعي ليش هاي الثقافات الغربية عم تتغير عندهم، ليش عم تتغير، فبالتالي إحنا عم نقلد تقليد أعمى. هذا يحث الآباء والأمهات على تطوير أنفسهم ليعرفوا هاي العادة شو من وراها، شو هاي عم بتكرس فكر جديد بأطفالنا. ليش إحنا ما عنا إشي تاني بديل لهاي الأمور نقدر نفهم أولادنا عليها؟